السلام عليكم. بنبسط جدا لما باجي اقابل حضراتكم، والحقيقه انا مش معتبره نفسي مذيعه، انا يعني اختكم وتربيت كده معاكم وجيلي كله حاسه ان اخواتي. فلما ببقى حاسه بشده بحب اقتنس بيكم، والاقتناس الاكبر بقى لما بقرا السكريبت وبعرف اسم ضيفي. وضيفتي اللي معايا دلوقتي ربنا اختصها بقبول وبنور في قلبها وفي ملامحها، وسبحان الله منين ما اكون في شده الا وسبحان الله اقرا السكريبت فاعرف ان هي ضيفتي، فاحس ان ربنا بعت لي عن طريقها رساله. وبقول لكم دلوقتي ضيفتي اللي معايا، يعني هنفتح تليفونات، هي من الربانيين اللي بتشرف بان انا عرفتها وبنشرح كده وقلبي بيزقطط لما بشوفها. ضيفتي الداعية الاسلاميه دكتوره نيفين مختار. ازي حضرتك حبيبتي؟ كتير عليا قوي كده والله. والله ده انت اللي وجودك كتير عليا، ووجودك تشريف واعلاء قدر وقيمه ليا وللبرنامج. شرف ليا يا حبيبتي. بصي بقى، كلنا بشر وكلنا يعني فينا من الضعف يعني مش بقوه ايمان حضرتك، وانا عارفه قد ايه شخص مؤمن قوي ربنا اختصه بابتلاءات، لكن البشاشه اللي على وشك ونفحه الرحمه كده والنور اللي حواليكي بتخليني انا مثلا اتكسف من نفسي ان انا اكون في حاجه مضايقاني في الدنيا، يعني هيجي ايه جنبك؟ بس وجودك برضو هيبقى مفيد ليا والكل اللي بيشوفونا، وعشان كده انا قلت لهم استاذنت زمايلي نفتح التليفونات، لان اللي عايزين يتشعلقوا كده فيكي وفي علمك وفي دينك كتير. من الحاجات اللي حصلت الفتره اللي فاتت كلنا تابعناها موضوع الزلزال اللي اصاب اخواتنا في سوريا وفي تركيا. اعزائي الكل المتوفيين وقلبي عند كل المصابين. الزلزال ده في علماء فسروه بشكل جيولوجيا. انا الحقيقه كان ليا واقفه كده وقلت ربنا بعت لنا رساله يا رب نعرف نقراها. انا قريتها. طب قولي لنا بقى اجابه الرساله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله. انا قريتها، حد قال لي ده ربنا غضبها علينا، قلت لهم لا 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 اوعوا تقولوا كده، ده غضب ربنا، احنا فين وغضب ربنا فين؟ لكنها رسائل ربانيه. رسائل ايه؟ ربانيه، لان الغضب ده حاجه ما يحتملهاش بشر، لكن ربنا سبحانه وتعالى لما يحب حد يبتليه، فلما يحب بشر، لكن فيهم بعض الناس تفعل المعاصي، فينا ناس بتعمل الذنوب ومش عايزه تتوب ومش عايزه ترجع، فربنا يديها رسائل ربانيه. بعض الناس حست بالزلزال. طب وناس كتير ما حستش. معلش خليني اقف بقى عند كل كلمه. اتفضلي. عشان كل كلمه هتمسني اكيد هتمس ناس بيتفرجوا علينا. تمام. احنا بشر واحنا خطائين وبنعمل ذنوب. ما هو لما نعمل ذنوب، يعني ربنا مش قال ان هو لو استغفرنا هيتوب علينا؟ صحيح. لما نتوب هيتوب علينا ويتقبل منا ويمحلنا الذنوب اللي في الصحيفة بتاعتنا ويخليها كلها بيضة. ازاي الكلام ده؟ والله العظيم الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. مالهم بقى؟ طب ثانية واحدة مستني. لا اصل في التليفون، اصل اللي جاي دي طيب مهمة قوي. طيب فأولئك، معلش علياء استني شوية. استني علياء. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كل السيئات تروح، ما هو ويبدلها طبعا، مش ده القرآن؟ توبة وعمل صالح، فربنا يبدل السيئات حسنات. عشان كده قلت لك ما تقطعنيش في نص. انا اسفه، اصل قالوا لي عاليه معانا وانا فضل. اكيد عندها بس. طيب علياء. ايوه مساء الخير. اهلا يا حلوه، ازيك يا جميله؟ اتفضلي. دلوقتي انا عايزه اسال دكتور نيفين. اتفضلي. احنا دلوقتي بقينا في وضع لدرجه انه الشباب بقت مستهتره بسبب المخدرات وعدم التربيه والاهمال، يعني بسبب حاجه زي كده عربيتي اتخبطت وهي راكنه في مكانها من شباب معرفش بقى هم متعاطين ايه او كده، وعمر يعني سنهم كمان صغير 14 سنه و15 سنه. ايوه. سؤالك ايه عليها؟
انا دلوقتي احنا المفروض نعمل ايه؟ وكمان انا دلوقتي مثلا حاجه زي دي انا عربيتي اتبهدلت جامد، هل مثلا في موقف زي ده انا ينفع اقبل عوض من ناس زي دول او ان انا يصلحوا لي عربيتي او كده؟ وبرده ايه الكلام يعني ايه اللي المفروض نعمله علشان نبطل الظاهره دي من عندنا؟ يعني الموضوع بقى صعب جدا. حاضر يا حبيبتي هنجاوب عليكي، بس بعد اذنك ناخد برضو حضر. اخت تانية مين؟ اسماء. يا استاذه اهلا يا حلوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. انا عايزه يعني اسال، انا اخويا، حضرتك سامعاني؟ اه حبيبتي اتفضلي. انا اخويا يعني هو الكبير، ويعني دايما بيجي متاخر البيت، فبابايا يعني ما بيعجبوش الوضع ده، وبيقعد يقول له لا ما ينفعش، لازم تبقى تيجي بدري، يعني بيقعد ينصحه، بس هو ما بيتقبلش النصيحه، وللاسف بيتطاول عليه. بيتطاول على يعني باباه؟ بيتطاول عليه بالكلام وبالزعيق، وان هو مش عاجبه الوضع ده، وانه لازم اعيش سني، انا لازم يعني ابقى براحتي. فانا يعني انا بيصعب عليا بابايا، وبابايا عايز يعني عايز مصلحته. حبيبتي انت جميله، انت جميله يا اسماء، ربنا يكرمك. طيب هنجاوب عليكي بعد ما نجاوب على علياء. علياء طبعا حقها انها تاخد عوض، ده حاجه يعني الدين يعني اباحها لينا، انها من حقها لو حد اتلف لها شيء، من افسد شيء فعليه اصلاحه. هي حره، لكن هي ليها بقى مطلق الحريه، تقبل او ترفض، فمن عفا واصلح فاجره على الله. دي نقطه اخرى، لكن حقها لو خدت عوض مش حرام. لا مش حرام، مفيش مشكله، لكن هي بتتكلم بقى في ظاهره الادمان، وبتقول لك العيال الصغيرين، والله الصغيرين والكبار. الصغيرين والكبار، انا لسه واحد خبطني امبارح نفس القصه. يا نهار ابيض. وكبير، لكن هي القصه بقى، هو احنا النهارده ليه بنعمل كده؟ ده السؤال الثاني. ليه دلوقتي الشباب كلهم بقوا بيتطاولوا عقوق الوالدين؟ دي من علامات الساعه، زي الزلازل كده من علامات الساعه. يعني اختنا اسماء اللي اخوها، هي حزينه ان باباها بينصح اخوها، واخوها بيتطاول على باباها، فهي البنت حبيبتي صعبان عليها ابوها. يعني احنا مش عندنا علامات الساعه حاجات كتير بتحصل. منها موت، وكثره موت الفجاءه. وكثره موت الشباب، وكثرة العقوق، وكثرة الزلازل، ما هي دي كلها من علامات الساعة. فإحنا في زمن يعلم بنا ربنا، وكأني أسمع سيدي وحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: سيأتي على أمتي زمان القابض فيه على دينه كالقابض على جمرة من النار. إحنا الزمن ده، إحنا الزمن ده اللي كلنا بنحاول نمسك في اللي ربنا سبحانه وتعالى حطنا فيه. إحنا النهاردة في زمن فتن، من ضمن علامات الساعة تظهر الفتن، احنا بتظهر عندنا الفتن. فاحنا يا ربي ندعو الله ان يسلم اللي احنا فيه والزمان اللي احنا فيه، وندعي لهم بالهداية. لكن رسالتي لكل شاب وكل بنت، عقوق الوالدين ربنا قال من حرفين: ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ما حدش هيكسب بعقوق الوالدين، ما حدش حياته هتفلح بعقوق الوالدين، هتبقى الدنيا كده فيها تقل وتعب، وما حدش هيبقى مبسوط ومش سعيد. واذا كان الانبساط ده وقتي بتاع الخروج وقتي، لكن رضا الاب والام هو الاهم. رضا ابوك. طب معانا اسماء، معانا مين؟ اميره، سوري اميره. الو. اهلا يا حلوه، ازيك؟ ازيك سبحان الله. اتفضلي يا جميله. انا بس كنت عايزه اعرف حاجه. اتفضل. انا للاسف كنت مخطوبه، وكان في علاقه ما بين خطيبي ومامتي، فانا مامتي انا حرفيا مش قادره اسامحها، مش قادره حتى اتكلم معاها، مش طايقاها في البيت. انا عايزه اعرف حسابها ممكن يكون عامل ازاي. انا انت اتاكدتي ازاي يا بنتي؟ استغفر الله العظيم. ما نقدرش نتهم اي حد ابدا مطلقا اتهام زي ده، لان ده يخص الاعراض. هو انا عندي بينه؟ وانا عندي البينه؟ لا فين البينه؟ ما ينفعش الكلام. انا اتخضيت. لا فين البينه؟ فين البينه اللي معاها؟ لازم كانت تقولي الدليل كذا وكذا وكذا. هو اعتقد هم اللي قفلوا. ليه قفلته؟ هم اللي قفلوا هنا في الكنترول. اتخضوا. انا اتخضيت. هو الامر يخض، الامر يخض. استغفر الله. يعني يعني ربنا يعني مش عارفه اقول ايه، يعني ربنا يهدي لك الحال يا بنتي، وتتيقني. لانه ده مش امر بالسهل ولا بالهين، ان احنا نرمي بعض ونقذف المحصنات. وده مش امها.
ما هو انا بقول كمان وامها يعني وحصر انا محصنات، مش يعني فين مسمعها. البينه؟ فين الدليل؟ قد تكون الام بتحن شويه على الولد لانه خطيب بنتها وعايزه تستميله عشان تضمن لبنتها مثلا حياه كويسه. بالظبط. فانا كبنت صغيره يهيئ لي صوتها ان انا صغير قوي، يهيئ لي ان انا في علاقه من المعامله الحسنه. لا والله. طب لا. رجعت. ايوه اتفضلي يا بنتي. ايوه اتفضلي يا حبيبتي. ايه البينه؟ دكتوره معاكي هتكلم. ايه البينه يا حبيبتي اللي معاكي؟ انا شفتهم هم مع بعض. شفتيهم؟ متأكدة؟ متأكدة شفتهم. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. يا ريت بس تعرفيني هيكون حسابها ايه عند ربنا. سيبي حسابها لربنا بقى، سيبي حسابها لربنا. طب انت سبتي طبعا، سيبي الشخص ده طبعا. طبعا طبعا بالفعل. انت ليكي باباكي موجود عايش؟ اه موجود كمان؟ موجود بس مسافر يعني. نسأل الله السلامة والعفو والعافية، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. والزنا الفاحش طبعا معروف يعني عقابه ايه. ما تيجي نتكلم في الزلازل احسن. لا يعني انا قلبي مع بنت، لا انا 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 لا انا قلبي مع بنتنا وجدا يا بنتي ربنا يعني. سيبك من في داهيه خطيبك يعني، انا اسفه يعني، لكن العلاقه بقى هتبقى بينها وبين امها ازاي؟ انا مش عارف، انا مش فاهمه يعني هي هتتقبل امها ازاي؟ طب تقولي ايه للام بقى حضرتك؟ اولاد اتقي الله في بنتك وفي نفسك وفي زوجك وفي ربك قبل كل دول. ربنا سبحانه وتعالى فين ربنا؟ ما شفتيش ربنا؟ ويعني في حد يعمل كده؟ ست متجوزة وخطيب بنتها زي ابنها يعني، زي ابنها وبنتها، ما فكرتش فيها، ما فكرتش في نفسها، ما فكرتش في جوزها، ما فكرتش في ربنا، ما فكرتش في الله. كل اللي حواليها يعني. الله يسامحك. لا زلازل ايه ده، احنا ده احنا الارض تتخسف بينا الله يعني. يسامحك. وبتقولي لي الزلازل والبراكين، وانا بقول كنت في بدايه الحلقه علشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى المعاصي اللي بتتعمل بينزل لنا ابتلاءات وحاجات نتذكر ان احنا نرجع ونعود الى الله سبحانه وتعالى. لكن قلما الانسان يتذكر ويفوق، لان الشيطان عايزنا كده، قال ربنا كده، فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. ازاي بقى احنا ما نشكرش نعم ربنا دي كلها علينا؟ الحياه واخدانا والدنيا واخدانا والفتن حوالينا من كل ناحيه. عشان كده بقول احنا تقريبا في اخر الزمان. نسال الله ان يخرجنا من الدنيا دي على خير. يا لهوي احنا محتاجين نتوب. والله والله العظيم يا استاذه نشوى احنا محتاجين نتوب، ومش توبه عاديه. طب معانا ساره في اخر فاضل دقيقه، اتفضلي يا ساره. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي اتفضلي. بعد اذنك احنا عايزه بس اعرف لو في حد واخد ورث اخواته مثلا وضحك عليهم ومش مديلهم اي فرصه خالص بعد ما اتوفى وكده. طب معاكي الدكتور هنجاوب عليك. ورث اخواته، شوفي بقى اللي واكل ورث اخواته يجي يقف قدام ربنا يوم القيامه ووريني بقى، خدي يا حبيبتي من حسناته زي ما انت عايزه يوم القيامه. ربنا سبحانه وتعالى امر بامر ان كل واحد ياخد حق معين في الميراث، وللذكر مثل حظ الانثيين، وكل حد ليه نصيب. طب كلمه في 10 ثواني، انفضل 10 ثواني لاخوهم اللي واكل حقهم. اتقي الله، اتقي الله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. هتعملوا ايه يوم القيامه قدام ربنا؟ اللي واكل حق اخته، واللي واكل حق اولاده، واللي زنت، واللي يعني الله. نستغفرك يا رب ونتوب اليك يا الله. جماعه توبه نصوحه الى الله. اللهم امين. انا متشكره لوجودك والفقره. انا نفسي اقعد معاكي اكتر، والتليفونات مش عايزه اقول لحضرتك كم التليفونات اللي جوه. انا بعتذر لكم والله العظيم، ده زمن الفقره، وعارفه قد ايه انتم محتاجين قيمه عظيمه ربانية زي دكتورة نيفين. بشكرك بشكرك، ووعديني معلش تيجي تاني ان شاء الله، احنا محتاجينك. شكرا لحضرتك وللمشاهد. شكرا يا فندم. للأسف الفقرة خلصت، استنوني الفقرة الجاية بإذن الله هتعجبكم.